آه أنا تعبانة أوي يا أنكل، أنا في أزمة نفسية رهيبة ومش عارفة أتصرف إزاي، مش عارفة. يا بنتي يا حبيبتي، قلت لك انا امراض نساء وتوليد اخصاب اطفال انابيب، كل الكوليكشن ده. انا مش دكتور نفساني. أنا عارفة يا أنكل، بس أنا بعتبر حضرتك دكتور العيرة، الدكتور الكشكول يعني اللي بستشيره في كل حاجة، ومش ممكن يعني كل ما أتعب هروح لدكتور شكل، تبقى مصيبة وفضيحة في نفس الوقت، وأنا بصراحة كده برتاح لما بتكلم مع حضرتك. ستي دي شهادة أنا أعتز بيها أحسن من الشهادات المتعلقة دي كلها، ومع ذلك آدي جهاز التسجيل أهو. إيه بقى يا ستي اللي تعبك؟ علي برضو؟ لا، عليش. مين؟ عليش ابن الدادة بتاعتنا، ما انت عارفها. أيوه أنا فاكر الاسم ده، بس أنا كنت بقول يعني ده لقب الأمومة زي أم كلثوم. لا، عندها ولد اسمه عليش. ماله عليش ابن ام عليش ده؟ بصراحة يا أنكل أنا متلخبطة أوي ومش عارفة ابتدي منين، وأنا ما كنتش مفروض من الأول أدخله البيت. يعني هو صحيح غلط، بس أنا كمان غلط. معليش ابن ام معليش. هو الموضوع تحرش، آه، بس مش هي دي القضية دلوقتي. القضية إن أنا لو ما طوعتوش أمه هتسيب لي البيت وتمشي. أمه كمان عرفت؟ مشكلة كمان بقى في علي. علي عرفت؟ أيوه طبعا يا أنكل، أمال هخبي عليه حاجة زي كده إزاي؟ بس مشكلة إن هو كان موافق في الأول، إنما مش هين عليه دلوقتي إن هو يقعده في البيت ليلتين بس، كمان ليلتين. لا ملوش حق طبعا. شفت المشكلة اللي أنا فيها بقى يا أنكل؟ أعمل إيه بقى أنا دلوقتي؟ لا يا حبيبتي ما تعمليش حاجة، كل حاجة واضحة صريحة. قومي بقى شوية روح قلبي كده. خير؟ أيوه قومي. أوبا امسكي بقى التسجيل في إيدك كده، اقعدي مكاني. اقعدي بقى. أيوه قسي لي الضغط، وبعد ما تقسي لي الضغط احكي لي بقى حكاية عليش ابن أبو أم اللي جاب أم عليش. خلاص يا كاميليا، خلاص يا بنتي، معلش اهدي. ايه 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 اهدي اهدي يا كاميليا، ما تعملش نفسك كده. أنا غلطان غلطان إني بعتك تغطي موضوع زي ده، بس بصراحة بقى ما كنتش أعرف إن المتحرشين بقوا من نفسهم حلوة الدرجة دي. أنا ما كنتش قادرة أتخيل إن نقل الحلال يوصل للمرحلة دي. دول عيال ولاد الأدب، لو إيه يا فندم، طراع جدا. أنا ما بقتش قادرة ألحق على ده ولا ده ولا ده. لا حول ولا قوة إلا بالله. معلش معلش يا كاميليا، التجربة الميدانية برضو بتبقى مهمة جدا للصحفي علشان يتعايش مع القضية ويتثقل. وبيتهيألي يا كاميليا إنك النهاردة اتثقلت كويس أوي. اتثقلت يا فندم، اتثقلت جدا. مساء الخير يا جماعة. أهلا وسهلا. ازيك علي؟ أيوه كده تمام كده تمام. مبروك يا كاميليا. مبروك. بقول لك إيه، عايزك تقعد انت وزمايلك تاخدوا اقوال كاميليا، قصدي تسمعوا الحكايه كويس قوي، علشان عايزين ناخد الحكايه دي كامله ننشرها، لان انا متاكد انها لما هتتنشر هتكسر الدنيا. بص يا كاميليا، انا شخصيا هكتب عن التحرش منذ ايام الزمن الجميل. يا سلام، الله يرحمك يا عماد يا حمدي. ازيك يا لينا؟ كان المتحرش أقصى حاجة يعملها لما يخش يقول أنت يا جميل، وهي تبص له تقول له يا سم، وصولا إلى مأساة كاميليا. أنا ما لحقتش أقول يا سم، ما لحقتش أقول يا سم. وأنا هكتب عن تأثير الشيفون والفيزون في تطور التحرش. شباب معذور برضه لما يشوف هدوم زي دي، ولا النت ولا الأفلام، يعني مش عارف الفرق بين مؤدبة ولا مش مؤدبة، ويقعد يتجنن ويسخن، وبعدين يتسعر فجأة ويجرب معايا واحدة زي كاميليا. وأنا بصفتي محرر صفحة النجوم هكتب عن المخرجين والمنتجين اللي بيعملوا كده. أصل يا جماعة المشكلة مش مشكلة شباب غضبان ويائس أو حتى ما ترباش، المشكلة مشكلة نوع، راجل وست، حتى لو كانت ست دي كاميليا. أنا بقى هتكلم عن ظاهرة تحرش الرؤساء بمرؤوسينهم.
اصل في مسؤولين كبار في الصحافه لا مؤاخذه يعني يا جميل يعني واخدين موضوع التحرش ده وكانه من حق رئيس العمل. ده غير بقى ان يعني البنات اللي بتشتغل في المصانع والمحلات الظاهر ان قبول التحرش ده بقى من شروط العمل. ايه ايه انت انتوا هتعملوا عليا حفله وهتاكلوا كل التورته وانا مش هكتب حاجه خالص؟ هيتحرش بيا بس؟ يا سلام يا كاميليا، اخيرا بعد السنين دي كلها اشتغلتي وشغلتي القسم كله، والله الف مبروك. انت من حقك اجازه على فكره، اجازه تستريحي وتستجمي فيها. بس تفتكروا يا جماعه انجي لما تكتب في الموضوع ده في عمودها الساخر هتكتب من انهي زاويه؟ لا ما تقلقش، انجي عندها موضوع مهم جدا في البيت هتكتب عنه. يا ريت يا جماعه بقى بالمناسبه السعيده دي ناخد صوره مع كاميليا المتحرش بيها عشان تبقى ذكرى. يلا 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 يا جميل يلا يا استاذ اسماعيل سيلفي بس ادي الحكايه كلها، اتصرف ازاي بقى انا دلوقتي؟ والله الحقيقه بقى علي جوزك عنده حق، مش مفروض ابدا تسمحي ان الولد ده يبات عندكم تاني في البيت. ايوه بس كده ام علاش هتنفذ تهديدها وتسيبني وتمشي؟ طب انا عندي فكره، ايه رايك بقى لو تبعتي الواد ده عند باباكي في العزبه يقعد هناك يومين ثلاثه كده مستخبي ولما الامور تهدى يرجع؟ ايوه بس لازم يروح القسم الاول يعترف على الولاد دول وكده يبقى موقفه سليم، هيعتبروه شاهد. طب هم اهل الحتة هيسيبوه ينزل من عندي كده؟ انا خايفة يعملوا فيه حاجة. اهل الحتة دلوقتي مشغولين في المحضر اللي بيعملوه في القسم، وانت عارفة اسمها هبة دي، she's so vulgar. طلبتني في التليفون وقالت لي اروح، انا قلت لها ما اقدرش ابدا، قولولي تعبان من امبارح. وبعدين انا عندي رأي برضه، لازم تبعتي عند ابوك في العزبه. يعني انا في رايكم كده مبقاش بتخلى عن قضيه المراه؟ اصلا انا بصراحه بتوع التحرش ده فارسني من زمان، كان نفسي في متحرش يقع تحت ايدي كده عشان افش فيه غلي. تفشي؟ يا ريت تجيبي لي ادويه الضغط العالي والواطي وحبوب منع الحمل. بصي بقى انت تبعتي عند باباكي في العزبه وتوصي عليه مامتك، هو بقى يحب تاني مش هيستحمل يومين وهيرجع مصر ويسلم نفسه بنفسه. تصدقي فكرة؟ اتفضل يا عليش، دي شوية هدوم من بتوع علي بس جداد وزي الفل. ربنا يخليك يا ست انجي يا اميره يا بنت القمره. انا مش شاكر يا ست انجي، روح يا رب. لا يا رب ما وقعك في ضيقه يا رب، يعني وديك الصحه. بس النبي لو شوكت سنات من بتوع الاستاذ علي انا اساسا كنت ايه